السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما راح طول عليكم، راح نحكي اليوم عن مشكلة عم تظهر عن كل القنوات تقريبا. هاي المشكلة بصراحة يعني ما لها مشكلة كبيرة، لها حل. تمام، راح نحل الموضوع هلا أنا وياكم سوا إن شاء الله. تمام، الموضوع بيتعلق بالتحقيق الربح من الفيديوهات. هلا هن في مشكلتين ظهروا. تمام، مشكله اللي هي العطل من اليوتيوب بتتصلح على حالها، ما في اي مشكله عليها، وفي مشكله تانية لازم انت تحل الموضوع. تمام، فرح نحل الموضوع انا وياكم سوا هلا، ورح اورجيكم ترتيب عملي ان شاء الله. لو سمحتوا لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتعملوا لنا لايك. عم تنسوا اللايك ليش ما بعرف، اعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن مشاهدات. بالإضافة فوتوا لعندي على القناة، محتوى إن شاء الله حيعجبكم، في كثير شغلات متنوعة. يعني القناة بتحكي عن أكثر من شغلة، يعني ما لها مخصصة لشغلة معينة. تمام، يلا خلينا نبلش. هلا اول شغله لازم نسويها، بدنا نفتح على القناه تبعنا عن طريق الجوجل كروم. هذا هو مفتوح عندي هون جاهز. تمام، تفرجوا هلا هون، اطلعوا انتم هون على اشارات تبع علامه الدولار كلها خضراء. تمام، كلها خضراء، شايفين؟ راح اقلب على صفحه ثانيه حورجيكم شو هي المشكله اللي عم تظهر عند كل القنوات تقريبا. واحيانا عم في بعض القنوات طلعوا وشرحوا انه هي مشكله عطل فني من عند اليوتيوب. لا، في فرق، في وقت تكون عليه الاشاره موجوده هيك، تفرجوا الاشاره هون موجوده صفرة، شايفين هون الاشاره موجوده صفرة. اما وتكون حمراء، تمام، وانت بتعرف على حالك انه الفيديو تبعك ما في عليه اي مشاكل وما في عليه حقوق طبع ونشر، يعني الفيديو بتعرف حالك انه كله انت عامله ما في عليه حقوق طبع ونشر، فمعناتها هي المشكله عم تصير من اليوتيوب. احيانا عم تطلع هون بتلاقي هون مكتوب عندك انه في بعض الفيديوهات لا تحقق الربح. تمام، هي مشكله من اليوتيوب، عادي ما في اي مشكله عليها. بامكانك تسكر المتصفحات كله، تسكره ترجع تفتح قناتك من اول وجديد، بتلاقي الموضوع رجع طبيعي. بس عنا هي المشكلة، هي لا، هي مو من اليوتيوب. هون ضاوي عندي أنا إشارة صفرة. هلا الفيديو تفرجوا عندي هون، كاتب أنا فيه احذروا أخطر وأسهل طرق اختراق هواتفكم وكذا، يعني عم يشرح عن موضوع الاختراق، ما الاختراق عم يخترقوا الكاميرات. المهم فهون حاطين لي أنا إنه إشارة صفرة علي إنه هذا ما عم يحقق الربح. طب ليش؟ أنا بدي أعرف. رح أزيح له هون، رح أحط أكبس على هي مدى ملائمة الفيديو، شايفينها؟ رح اكبس عليها. اتفرجوا شو كتب لي هون. رح نعمل زوم. ما بده. طيب، كتب لي مدى ملائمة الفيديو للاعلانات. يعرض هذا الفيديو هذا الفيديو عددا محدودا من الاعلانات او لا يعرض اي الاعلانات على الاطلاق، لانه يتضمن محتوى تم تصنيفه بانه غير مناسب لبعض المعلنين. طب ما انا الفيديو تبعي ما في عليه اي مشاكل، وانا بعرف انه الفيديو عم يحكي عن شغلات طبيعيه، عم يحكي عن طريقه انه الناس عم تفوت تخترق الجهاز عن طريق الجوجل كروم وكذا من الحكي هذا. تمام، فانا ما في اي مشكله علي يعني الفيديو. فنحن شو لازم نساوي؟ انتوا اذا بتعرفوا انه الفيديو تبعكم ما في شيء عم تحكوا فيه مخالف عن بقناه منتدى اليوتيوب، شو بتساووا؟ بتكبسوا هون، شايفين هيك الكلمه مكتوب هون طلب اجراء مراجعه، نكبس عليها. فرجوا شو اعطاني هون، طلب مراجعة الفيديو من قبل شخص فعلي، يعني انه بتمنى انه حدا من شركة يوتيوب يتابعه لهذا الفيديو ويشوف انه ما في انا عليه، يعني ما في عليه مشاكل، فيديو نظامي. تمام، هون شو كاتبين لي؟ كاتبين لي اذا كنت متأكدا من التزام الفيديو والصورة المصغر والبيانات الوصفية الخاصة بك بإرشادات يوتيوب بشأن المحتوى المناسب للمعلنين، يمكنك أن تطلب من مراجع مخالفات الاطلاع على الفيديو. نحن نراجع الفيديوهات حسب أولوياتها
التي تتحدد بالاستناد الى عدد من الارشادات. تمام، يعني انا هلا هون ببعث لهم طلب انه رجاء راجعوا الفيديو، انا الفيديو تاعي ما في عليه مشاكل، اموره كلها تمام، ما لي مخالف بشيء. تمام، فانا هون عم اقول لهم، بحط لهم هالاشاره على هاي انه لقد تاكد من ان الفيديو الذي انشته يتوافق مع ارشادات يوتيوب بشان المحتوى المناسب للمعلنين. يعني انا متاكد من الفيديو ما في عليه اي مشاكل، رجاء يعني رجعوا عيدوا النظر فيه وحطوا عليه اعلانات لانه ما في شيء الفيديو. راح اكبس انا هون اشاره صح، شايفين؟ بعد ما كبست اشاره صح بقول له هون طلب المراجعه، بكبس عليها، تفرجوا اعطاني هون تحت تم الارسال، شايفين تم ارسال الطلب. هلا انا بنتظر على هذا الفيديو. هلا ممكن بكره يبعثوا لي هن ايميل، انا بزماناته صار معي انه هذا الموضوع، وبعثوا لي ايميل بعد يومين وقالوا لي تم مراجعه الفيديو واكتشفنا انه بالفعل الفيديو اللي انت حاطه ما في عليه مشاكل، نحن عدلنا الموضوع وصار بامكانك تكسب من هذا الفيديو، مشاهدات هذا الفيديو. تمام، فهي المشكله عم تظهر عند القنوات، حلها هذا هو مثل ما قلت لكم. هلا تفرجوا، هروح انا عندي فيديو ثاني، هاي روح على هروح على صفحه ثانيه، شوف عندي شيء كمان، هاي صفحه ثانيه نتاكد مشان نشوف اذا في عليكم في فيديو ثاني. تفرجوا هون، تحميل موسيقى من مكتبة اليوتيوب بدون حقوق. طيب هون حاطي لي إشارة نفس الشيء إنه هذا الفيديو ما بينحطه. طب ليش؟ يعني ليش؟ معلش ليش؟ أنا مالي يعني مالي أخذ شيء غير مخالف ومتأكد من الفيديو، ما مالي حاطط فيه شيء يعني غير مخالف. رح نساوي نفس الطريقة، نكبس هون ومنعمل نفس الطريقة اللي شرحتها أول شيء. حبايبي هاي المشكلة بصراحة حبيت اشرحكم عنها مشان تعرفوا شو الحل تبعها ان شاء الله. هلا احنا لازم نستنى يومين، تمام، بعد يومين بيوصلنا ايميل بيقولوا لي انه مشي الحال الموضوع وعدلوا، انه شافوا انه الفيديو راجعوه، انه اكتشفوا انه ما في عليه حقوق او ما في عليه اي مشاكل، بامكان يصير ارباح منه. تمام، فانا رح انتظر لحتى يجيني الايميل، بعد ما يجيني الايميل رح اورجيكم الفرد مرة نزل الموضوع بالفيديو. فهلا بدنا نستنى لبعد يومين ان شاء الله، بس يوصلني بعد يومين كمل الفيديو انا مشان نزله كامل ان شاء الله. تمام يا جماعه، هلا تفرجوا انا استنيت تقريبا حوالي اسبوع، بعد اسبوع بعثوا لي ايميلين بالفيديوهات اللي احنا قدمنا عليهم انه لازم يراجعونهم. تفرجوا شو بعثوا لي بالايميلات، حنفوت على الايميل. تفرجوا هن احنا انتم شفتوا قدمنا احنا شكوى على 3 فيديوهات، بعثوا لي على اول فيديو اللي هو هذا، تفرجوا الفيديو الخاص بك مناسب لكل المعلنين، افضل برنامج مونتاج في كذا وكذا وكذا، هي اسم الفيديو. تمام، شوفوا شو كاتب لي تحت، مرحبا قناه منوعات تعليميه، نحمل لك خبر سارا، بعد اجراء مراجعه يدويه للفيديو الخاص بك تبين لنا انه مناسب لكل المعلنين. تمام، مع اطيب التحيات فريق اليوتيوب. هاي اول فيديو مشي حاله. الفيديو الثاني ليكو، نكبس عليه هون كمان. تفرجوا شو عم يقولوا لي، الفيديو الخاص بك مناسب لكل المعلنين، حادث سير فظيع يهز ولايه تكساس، بعيد عن الجميع ان شاء الله. ليكو كاتب لي هون، مرحبا قناه منوعات تعليميه، نحمل لك خبر سارا، كذا وكذا وكذا وكذا، كمان الفيديو تبعك مناسب. هلا بهالحاله الفيديوهات تراجعوا يدويا من شركه يوتيوب، الموظفين شافوا انه الفيديوهات ما في مشكله، يعني انا كنت مظلوم بهذا الموضوع. تمام، فرح فوت على القناه ونشوف كيف صاروا عليهم اشاره اخضر. نطلع بنفوت على قناتي انا، هاي القناه وينه نحن الفيديو كان بالصفحه الثالثه، ثواني بس تفرجوا. هلا اول فيديو اللي هو هذا ليكو، حادث سير فظيع كذا، كان عليه إشارة صفرة، تمام، أو خلينا نقول أورانج. تفرجوا هلا شو صار عليه، أخضر، صارت خضرة، يعني هلا الفيديو مشي حاله ما في عليه أي مشاكل. الفيديو الثاني هذا هو، تفرجوا، أفضل برنامج مونتاج فيديو احترافي على الموبايل. تفرجوا كان عنا هون أورانج، إذا بترجع لأول فيديو ببين معكم كان عنا أورانج، هلا تفرجوا شو صار، صار أخضر بعد ما بعثوا لي الرسائل وقالوا لي إنه مشي حال الموضوع. تمام، هلا أحيانا عم بيكون هون في إشارة حمراء، تمام،
وبتلاقوا هون فوق محطوط رسالة انه تعذر الربح من بعض الفيديوهات في قناتك. هاي الرسالة وقت عم تكون ظاهرة يا جماعة، هاي الرسالة اذا كان انت الفيديو تبعك من قبل بتعرفوا انه انت شغلك وما في عليه اي مشاكل وانت كل شيء عامله شغلك وما في عليه حقوق، هاي في مشكلة عم تصير بالسيستم نفسه تبع اليوتيوب. في مشكلة بالسيستم، احيانا عم يخربط الموضوع، عم يعطي بعض الرسائل عند القنوات انه اشارة حمراء هون، اشارة دولار حمراء، وبتلاقي محطوط فوق انه في بعض الفيديوهات تعذر الربح منها في جوجل ادسنس. هاي ما في مشكلة، نحن شو بتساوي؟ بامكانك تعمل هيك، تسكر هاي الصفحة وتسكر الصفحة الثانية، ترجع تفوت مرة ثانية على القناة تبعك. بعد ما تفوت على القناة تبعك تطلع هون هيك، بتحط على وين تخصيص القناة، يفتح على القناة، تلاقي عندك رجع كل شيء أخضر وما في عليه أي مشاكل. فهي مشكلة عم تصير عادي، بس حبيت نبهكم عليها انه عادي اذا الفيديو تبعك ما في عليه حقوق وما في عليه شيء، ظهرت لك هاي العلامة الحمراء، سكر البرنامج ورجع افتح. تمام حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات، وان شاء الله تكون امور كانت سلسة عليكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد من المشاهدات. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.